اول شيء اول شيء ما بنشوف واحد. اللي يحسب ان الدنيا عليه الله يجعلني اخذ ضيفي وما احلى وما ازينني وما احسنني اول ودلحي هذا ذي ما هو علوش هذا علوش يا سلام هذا فلا ادري عنه من هو صدق هذا ظني عبد الله الحربي لا انا منتفخ لا هذا سعود علوش هذا سعود علوش وشكم الخصم ذا سعود نعم ذا سعود علوش سبحان الله سنونه فرق من ذيك هذا فويز هذا فويز والله انا بسم الله اجملهم وارقاهم واطيبهم والله ما يصور اني لا اجيب هذا يا رجال كم رضه لا متى طلعت ايش رايك في الحلو هذا وجهه الله ذا سلطان سلطان تجار طرب سلام عليكم ايش عنده شوف هذا تعرف منه تدرون الصوره هذه اللي معي صادم مجدي عمره هذا تدري منه من يوم صغير اصلا في سن موجود عبد الله زيد تدرون الصوره هذه صورته وانا صغير اشوف بالله في ذمتك والله ما حطها معي اشوف طيب والله انها ضحك سلام اشوف بالله خلينا نشوف اشوف اسمع من غير خلينا نشوف ولي ولو مو صوره حتى الطابعه مع عاد عرفه حبيبي هذا اللي في يدك هذه تسوي تيت على السعر دقيقه الصوره يدك اللي في يدك اشاعه والله والله لا تسابع طلعت مطرمه ما شرط رضاعة ام هذا شوف المرزام كيف قايل مصاصه شوف المرزام تعال شوف المرزام يا ولد أشوف مرزام ناصر بري حتى انه جاوبت صح بقول لا فنجان قهوه صح اكيد فنجان قهوه صح طلع من بطنه ام ملح مع فنجان قهوه ادري من هذا شوف المرزام طلع راح يلا حيو تعال من هذا لا انا طلعت من بطنه كثير شقول شوف المرزام اقول نماس كاريزماوي انا كاريزما عرفت ولد قبل تسع شهور ايوه علقه راح وجهه الله هذا ايش تدري عبد الله تيب وش قال شهرين اسمع ثلاث شهور اربع شهور ريان انا ايش اقول ريان نبداك وعد يكلمني دقيقه في شيء اخر كلام يا اخي نبداك قبل سلام غريب يعني يا رجال خلوني اقسم بالله لا اشرح لكم اقسم بالله لا اشرح لكم ولد اقسم بالله لا اشرح لكم ذاك اليوم طريت لحظه لقى يوم جاء ايش اسمه ابو رحمه ها انا دريت ان سلطان واقف على الباب واقف الرجال والله اسمعني الرجال قبلها مرتين كذا متحبط الباب ويطلع اول واحد ويروح ويتصدر المهم تحبط الباب باقي في نقد يا ولد ولا لا والله ما ادري خلاص احسب انكم تسلمون علينا فرحه اسمع لا لازم عشان الكاميرا ولا اخو محمد اخو محمد اقول يا هذا البستاشيو اني والله قدرت انت جاي من بعلم الطيب عشان ما الفنيله فيها شيء اصبر ايش غطى شوف الفنيله لا ما جاك شيء تعال بلا تحدي بستاشيو يا رجال اسمع 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 ورني شوف طيب قهوة كيف اشربها بلا تجي عبد الروح تعال بغيت اجي اتفرج والله ما ادري والله ما عليك ريان شوف بيذب ذبه بيذب ذبه هو شعره اللي طالع مع القصه حقته ريان تدري ايش قاعد تسوي؟ خضه بالساشه والله يا خطير يا عبد الواحد بس تبي خطير يا ولد ايش خلاص شوف كيف سوابه اسمع سويت قهوه بارده المشكله كلك عظام تكسر ودك اني جلست نرجع اي تعال وش السالفه انت؟ السالفه انا حطيت يدي انت طرتك عليك ساعه اسمع القهوه يدي لازم نسوي مواضيع ثانيه بس اسمع عليك ما تكمل السالفه يا ولد ما ادري انا ما باقي كملت سالفته من يوم دخلت طيب هذا البرنامج اللي ما ادري بعدين ايش سويت انا حطيت انا ايدي كذا شوف اصبر هو الباب فين كان اصبر الباب هذا باب السجن اول شيء من هو كوبه ايوه انت فايز انت فايز اللي هو انا ولا قاس علي انا بشر والله العظيم عرفت كيف سلطان ثقل هنا فيوم ما فتح الباب فلز ايدي وتمسك في الباب وهو يبغى يطلع يسوي كذا والله الذي لا اله الا هو وانا شاد ديدي على الباب عشان ما يطلع وبس والله وليش سويت كذا طيب اسمع تعال بس طيب تعال تدري هذا من عبد الله عتيبي اول ما شاف الصوره هذا سالم محمد ولا اقطع كلامك صح ايه عبد الله عتيبي اول ما شاف الصوره هذه قال اكيد ان هذه دانا اخت سعد علوش الصغيره فهمت سالم مجدي سكت كذا ناظر قال من قال دانا اخت سعد علوش الصغيره هنا سالم جديع ضاع بالخير طلع سالم جديع
والله ترى ما تغير بس تركب شنب. خذها ما حد قال لك تاكل قراطيس. استعاره رجع الصوت الحمد لله. يلا انت كلت قرطاس منيب لعد تقطع الصوت الله يرحمه. ما هو منيب ما هو منيب منيب راقد اخو منيب ما ولا اخو منيب ولا اخو منيب ولد منيب ولا ولد منيب عيال منيب ثلاثة صدق اللي عرفنا منهم اثنين باقي واحد باقي واحد بس هذا مخلي احتياط تعرفونه النسخة اللي بعدها. يلا دقيقة يلا ملي ماسك والله ما ادري بس واحد كل ما شاف قال عبود 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 ازيك عبود مصري اكيد انه مصري والله. يلا طيب نرجع لسالم جديد. طيب هذا من ترى عبد الله عتيبي هنا موجود بالصوره. لا هذا عبد الله عتيبي. لا لا والله لا عبد الله عتيبي. اي نعم. طيب تعرف هذا عبد الله عتيبي. لا لا تعرف هذا سلطان ثقل واضح من اذنك على الله من يوم صغير ما شاء الله اذنه ما هو متشهدنا على الله. هذا عبد الله عتيبي والله هذا محمد مسفر. ده محمد مسفر وجهه اجل اجل ذا عبد الله عتيبي. هذا عبد الله عتيبي. لا مو عبد الله عتيبي الا والله انا جلسه عبد الله عتيبي ابغى يقول اجل ذا عرفت بعد شيء بيقول اجل اين اين بيروح. لا هذا مو عبد الله عتيبي. لو ان عبد الله عتيبي تعال قصيرك. والله ما تقولها اعرفها اعرفها ذيك قلتها لي. هذا من طيب هذا صح خلينا ناخذهم بالترتيب عشان اعرف عليك. اطلع ما في خاطري. هذا من عقص يا ريا عبد الوهاب عليك ما تشوف ذناني. والله اني عرفت من اذني سبحان الله. الله يسلمك وان كانك مليان شوي خدود. سمعتيش هي خدود بس الراس نفس الراس ترني اذنيك. لا صغرت تعال مع كبر مع السافي. هذا من هذا هذا من فيصل حازم. هذا فيصل حازم اي والله. شلون عرفت اني فيصل حازم؟ والله انا فيصل نفس وانا اشوف ليش مكثف هالشنب وتري انه هذا نازل تحت جاي هنا مساحه 3 كيلو صدق. عرفت غطاها بزراعه. هذا هذا من طيب هذا واضح انه سيف الساعه. وهذا واضح انه سيف الساعه واضح. وذا بعد سيف واضح عليه شنو واحده يا شباب واضح عليه العقار من يوم صغير. وهذا من عرفت هذا من. تدري تدري اذا نجح وصغير شو يقول؟ ما يقول بابا جيب لي سيكل. لا بابا جيب لي ارض. ما شاء الله عليه الله يزيده ما شاء الله يضر ما شاء الله. هذا من ذا هذا هذا ماخذينه بقصص من لا لا خلينا نشوف ذا من. والله انه كان في كتاب العلوم ذا ولا تسلم عليه. هذا سالم واضح واضح نفس الوجه بالضبط بس.